والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. أخبار المال والأعمال مع مصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا هبة حسين، شكرا إلهام نمر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. أصدر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصداراً جديداً من مجلة بوصلة السياسات، وهو إصدار غير دوري يهدف لمتابعة تطورات السياسة العامة حول العالم ونقل الاتجاهات المبتكرة وغير المطبقة لدراستها والتعرف على إمكانية تطبيقها أو تبنيها في مصر. سلط الإصدار الضوء على السندات الزرقاء ومراحل عملية إصدارها ومتطلبات تلك المراحل والعوائد التي يمكن الحصول عليها من عملية الإصدار، وذلك من واقع تجارب الدول الرائدة في هذا المجال. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صادرات مصر من الغاز المسال وصلت خلال 9 أشهر وخلال أول 9 أشهر من عام 22 إلى 4.86 مليون طن مقابل 4.35 مليون طن خلال الفترة ذاتها من عام 2021. أوضح المركز أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال شهدت ارتفاعا خلال الربع الثاني من عام 2022 وصل إلى 35.7% مسجلة 1.9 مليون طن، ومتوقعا بأن تحقق صادرات الغاز الطبيعي المسال رقما قياسيا خلال العام 2022، وذلك بنحو 7 إلى 8 ملايين طن. وقعت هيئة قناة السويس مذكرة تفاهم مع المكتب الأمريكي للملاحة لتوفير إطار التعاون في مجالات الاستدامة البيئية وإزالة الكربون. هذا وقد أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع كافة الشركاء والمنظمات العاملة في مجال النقل البحري في المجالات المرتبطة بالاستدامة البيئية، تمهيدا للإعلان عن قناة السويس القناة الخضراء. من جانبه أكد نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة أن دعم التحول الأخضر للقناة ينعكس على استدامة التجارة العالمية، معربا عن فخره واعتزازه بتعاون المكتب الأمريكي للملاحة كمركز بحري مع قناة السويس لتعزيز التجارة الفعالة والمستدامة ومواجهة التحديات البيئية المختلفة ذات الصلة. قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رامي الدكاني قال إن البورصة جاءت في المرتبة الأولى من حيث نسبة صعود المؤشر الرئيسي مقارنة بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج العربي بنسبة 22.8%. أوضح الدكاني خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التقرير السنوي لحصاد البورصة المصرية، أوضح أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية سجل أعلى نسبة صعود له في 6 سنوات خلال العام 22. شهر 7 من يعني أكثر نقطة انخفاضا في المؤشر كانت 7800 نقطة، وأنهينا العام ب 14500 نقطة، فيعني زدنا بنسبة 69% خلال هذه الفترة، فإجمالي السنة كله كان 22%. حققنا يعني كسرنا أرقام كبيرة خلال العام الماضي، حققنا أكبر عدد من العمليات في تاريخ البورصة المصرية ب 109 ألف عملية في الثلاث أسابيع الأخرانيين من العام الماضي. ابتدينا نشوف معدلات سيولة مرتفعة جدا في السوق، ابتدينا نشوف 3 مليار في اليوم و 4 مليار في اليوم. كان الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري قد رصد لنا أهم ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان التقرير السنوي لحصاد البورصة المصرية.
شهدت البورصة المصرية اليوم مؤتمرها الصحفي للإعلان عن حصاد عام 2022، هذا العام الذي لم يكن الأفضل بالنسبة للبورصات وأسواق المال العالمية، حيث كانت هناك التداعيات السلبية الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تداعيات كوفيد-19 الذي كانت الدول تخرج منه وتحاول أيضا التعافي منه اقتصاديا. في البداية أبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي والتقرير السنوي لحصاد البورصة المصرية أن عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام 2022 وصل إلى حوالي 242 شركة مقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى دخول شركات جديدة، وكان هذا أيضا برأس مال وصل إلى 560 مليون جنيه. أيضا تم ذكر أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية التي شهدتها أوراق المال العالمية والبورصات العالمية من الحرب الروسية وغيرها من الأزمات العالمية. ومن بين هذه الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها خلال هذا العام 2022 إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وكذلك دعم الموازنة، هذا بالإضافة إلى التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى أيضا اتخذتها الحكومة ومن بينها خطة لزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى الالتزام الضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام. كل هذه إجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الأزمات المالية العالمية. جاء أيضا في التقرير السنوي لحصاد البورصة المصرية الذي تم الإفصاح والإعلان عنه اليوم أن المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 حقق عائد كبير خلال عام 2022، وصل إلى نسبة 22.2% وهو صاحب المرتبة الأولى في البورصات العربية أو مقارنة بسوق المال والبورصات العربية، وجاء في المرتبة الثانية بورصة أبو ظبي بنسبة 20%. وبالتالي البورصة المصرية اتخذت إجراءات كبيرة خلال هذا العام استطاعت أن تحصل على العائد الأكبر على المستوى البورصات العالمية، هذا أيضا بالإضافة إلى أن صندوق النقد الدولي توقع للبورصة المصرية ومصر أن تحقق نمو كبير خلال العام الحالي 2023. من بين أيضا ما تم الإفصاح عنه اليوم في هذا المؤتمر الصحفي حصاد البورصة المصرية أن هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا لقيم التداول إلى مستوى تاريخي بلغ نحو 1.84 من 1,000 تريليون جنيه، وكذلك تم تسجيل أكبر عدد عمليات يومي في تاريخ البورصة تخطى 109 ألف عملية، هذا بالإضافة أيضا إلى ارتفاع نسب تداول غير المصريين على الأسهم المقيدة لتصل إلى 31% في عام 2022، وذلك مقارنة بنسبة 21% في العام قبل الماضي 2021، بالإضافة أيضا إلى ارتفاع نسب تداول المؤسسات على الأسهم المقيدة لتصل إلى نسبة 47% في عام 2022 مقارنة ب 32% في عام 2021. هذا أيضا بالإضافة إلى أنه تم ذكر أن البورصة المصرية شاركت في العديد من الفعاليات الدولية خلال العام المنصرم 2022، ومن بين هذه الفعاليات المنطقة الاقتصادي المصري الكويتي، وأيضا اجتماعات اتحادات البورصة البورصات العالمية السنوية وأيضا البورصات العربية، بالإضافة إلى البورصات اليورو أسيوي، بالإضافة إلى مؤتمرات أخرى كالمؤتمر الاقتصادي وأيضا مؤتمر قمة المناخ كوب 27. وبالتالي البورصة المصرية استطاعت خلال 2022 أن تحقق إنجازات كبيرة متجاوزة كافة العقبات التي شهدها العالم أجمع فيما يخص التداعيات السلبية الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات فيروس كورونا. إليكم زملائي في الاستوديو. شكرا أحمد الحسيني على هذا العرض، وإلى البورصة المصرية والتي أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات كافة للجلسة الثانية على التوالي وسط أحجام تداول مرتفعة، هذا وقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق بنحو 8.34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 991.63 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بما نسبته 72% ليغلق عند مستوى 15,068 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 هو الآخر بما نسبته 1.9% ليغلق عند مستوى
2931 نقطة. هذا وقد صعد مؤشر EGX 100 هو الآخر بما نسبته 1.57% ليغلق عند مستوى 4326 نقطة. أعلنت وزارة النفط العراقية أن الإيرادات المحققة عن تصدير النفط الخام في عام 2022 بلغت أكثر من 115 مليار دولار. أضافت الوزارة العراقية أن الكميات المصدرة من النفط الخام بلغت أكثر من 1.209 مليار برميل، وبلغت المحصلة النهائية لمعدل تصدير النفط اليومي قرابة 3.320 مليار برميل يومياً. هذا وقد أشارت الوزارة العراقية إلى أن عمليات التصدير تمت وفق دراسات للسوق النفطية لشركات من مختلف الجنسيات الأجنبية فضلاً عن شركات عربية أخرى. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. هبة حسين وإلهام نمر في انتظاركم والمزيد من الأخبار السياسية. أشكرك مصطفى.